انا دلوقتي يا جماعه في شقتي وسامعه صوت العيال، حاجه صعبه يعني. انتوا سامعين اهو دلوقتي خالتهم يعني مش عارفه هتعمل فيهم ايه، فانا هخش كده عليهم اشوف هتعمل ايه ولا هم هتبقى ازاي. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ انت مالكيش دعوه. بتعملوا ايه يا ماما؟ انتوا عارفين انا كنت في الشقه الثانيه وبالله سمع الصوت مكسر الامور. عايز نعمل العرض ده. عرض ايه يا ماما؟ عرض مفهوش سجاير. بس استنوا بقى، حرام عليكم يا ماما، دلوقتي الناس هتعزل. انا الاول. الناس هتعزل والله. الساعه لسه 2 ونص الفجر، بدري الساعه 4. انا الاول. طب ومبهدلين المكان كده ليه؟ مبهدلين المكان كده ليه؟ ترند جديد مع الاستاذ قاسم. طب خليتكم فين؟ خليتكم فين؟ لا تعالى انا عشان المكان تتصورك بقى للجماهير. دي على فكره احنا كده وضعنا الساعه 2 ونص يا جماعه بالليل. يعني شوفوا عيالنا بتعمل كده ايه؟ بتعملي ايه يا رود والحته مبهدله كده يا جماعه ليه؟ صفر لو بتعمل. مفيش سباق، مفيش خروجه، مفيش حاجه، محدش يشوف خروجه، مفيش خروجه يا ريت. والله العظيم بصوا يعني يا جماعه احنا مش عارفين اصلا نسحر منه. بس خلاص رود انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. خالتهم جوه بتروق في المطبخ ومعرفش. لا والله قدومه اهو، بصوا شكله عامل ازاي. قدومه عامل ازاي يا جماعه بعد الشقاوه بتاعت كل يوم. تعالي هنا كده، اجي هنا بالله لا تطلعي. مفيش خروجه، مفيش سجاير، يا ليلى سودا، مفيش طبيعي، مفيش دلع. الظهر السحور طلع على دماغهم يعني خلاهم خلاص. يلا يا ناس بعد كده عنها، بعد كده عنها بقى. انتوا يا عيال اتسحرتوا بايه النهارده؟ ماشي اتسحرنا بجبنه الفول. وهو الجبنه والفول تخليكوا تعملوا كده ولا ايه؟ يلا يا ريت. مفيش فلوس، مفيش سجاير، يا ليلى صوت، يا ليلى مفيش كوبايه، مفيش بلاع، مفيش بلاع، كله بلاع. يلا خش على هي على فكرة العملية طالبة معاهم هزار. مفيش خروجة، يلا 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 عشان بعد كده الترند رقم واحد. احمد انا اخش بعد كده، لا انا الاول لازم اخش. احمد يلا يا احمد يلا بعد ما الترند كده. مفيش فلوس، مفيش خروجة، مفيش سجاير، يا ليلى سودا، مفيش كنز، يا ناس خلاص. شفتوا محمد عامل ازاي؟ دي بعد ما ذكر شويه المذاكره طلعت على نفخه من فوق يعني. مفيش فلوس، مفيش سجاير، ليلى سودا، ليلى سودا. شفتوا محمد؟ مفيش طلع، مفيش سجاير. شايفاه هو اللي عامل ايه في العيال؟ لا هم روقوا البيت بقى، انا سمعتهم وانا في الشقه والله، وقلت اما اجي اصورهم كده على سحر. خلاص يلا عد المكنسه يا جنى. مفيش دعوه، مفيش فلوس، مفيش فلوس، يلا عدنا احنا الكل بقى. مفيش فلوس. محمد اللي جرال اه بصور. مفيش فتح كسر دماغي. شفتوا ادم يا جماعه عامل ازاي؟ احنا خلاص الفجر هيدنا اهو وهم عاملين فينا ايه؟ ولسه عايزين نروق، مش عارفه ايه اللي هيحصل تاني. مفيش دلع، مفيش بس خلاص خلاص. ماشي ماشي، مفيش فلوس، مفيش سجاير، مفيش سجاير، يا ليلى سودا، مفيش بلاش. احنا
احنا لسه بنعمل عرض كمان. ايوه هنعمل عرض ايه تاني؟ هنعمل عرض. يلا الشقه تروح دلوقتي حالا قبل الاثنين. نعمل كمان عرض. لا والله هم مبهدلين الشقتين مش شقه واحده. الراجل اللي تحتنا ده والله لا يمشي. ما انا بقول لهم الناس تمشي. نعمل عرض كمان. نعمل ايه كمان؟ يلا انا مش عارفه محمد ليه اللي جراله النهارده. صلاه النبي عليكم. انا مش عارفه ايه اللي جراله. صحيح انا بقول لهم السحور طلع على المحكم. لينا مستقبل باهر. عقبايا وليا باهر. لا استنى استنى لا في حاجه ثانيه. اضربهم يا ايد. اضرب يا خلف. يلا اضرب يا قدوم. يا باشا لا 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 كده لحد الفجر وبعد كده ننام علشان نسيب دماغنا زمان. لا يلا عشان نروق بقى. يلا عمل لكم يا دوبنا نروق علشان خلاص عايزين يعني خلاص اهو ما يا دوب كده يا ماما. هنعمل كمان ويه على فكره هم يعني هم ده طالبه معهم الزور. هم بيصلوا وبيقراوا قران وكل حاجه يعني. خلاص كفايه كفايه مو شفتوا جنى دي بعد المذاكره والسحور وكل حاجه يعني هم ما مش بيعملوا كده الا بعد ما بيخلصوا كل اللي وراهم. انا جاي على صوتهم اصلا من الشقه الثانيه. لسه غير اقفلوا الولادي. يلا يلا اقفلوا. انا بس يعني بوريكم العيال بتعمل فينا ايه. خلاص يلا خلاص. والله عايزين نروق هنا وهناك هنا وهناك يا دوب كده. يلا نوزع نفسنا كده وخلاص يا جماعه. العيال حد الخط ده هيموت. والله ربنا يكون في عوننا يا ابني اقسم بالله. يلا مع السلامه.